أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. اليوم معنا ملحد رائع، ملحد مبدع الحقيقة، الأخ عثمان من ليبيا، وكان ضيفنا في حلقة سابقة. الأخ عثمان اليوم راح يتناول معنا موضوع الإعجاز العلمي، ويعني راح ممكن في المستقبل يساهم معنا برنامج في حملة إجهر. خلونا نرحب بالأخ عثمان. أهلا وسهلا فيك أخي عثمان. مرحبا أخي جون، كيفك؟ أهلا وسهلا فيك أخي عثمان. أهلا أخي عثمان، الميكروفون معك، وعلوه بس هيك يعني مثل ما بتقول، نحن حكينا بالموضوع مسألة الحلقة السابقة لما سويناها، وكم الشتائم اللي اجت للأسف، يعني التهديدات بالقتل والمسائل هي اللي يندى لها الجبين للأسف. يعني بصراحة شيء مخزي، يعني لا ما يوجد، ما في عندهم حجة، فنهالوا علينا بالشتائم وبالتهديد بالقتل وبالحكي اللي لا يعني ما بنستفيد، لا انتم لا هن ولا نحن بنستفيد منه شيء. فيا ريت تحدثنا ب يعني شو ردك عليهم، وتحدثنا عن برنامجك عم تحضره انت لحملة إجهر. تفضل. شكرا اخي جون. طبعا التعليقات هذه شيء متوقع جدا، يعني احنا لما وافقنا وقررنا ان نخرج على الهواء بصورنا وبصوتنا وبشكلنا الحقيقي، يعني من غير تزوير او تلفيق، فكنا مستعدين ان نشوف كم اكبر من الشتائم والتهديدات، وهذا شيء طبيعي من مجتمع سطحي اسلامي. زي ما تعرف انت، ناس تحب السب والقذف والتهديد والقتل، يعني مجتمع إرهابي، فشيء متوقع منهم أنك تشوف الكم هذا من الشتائم. فأنا لا أستغرب من المستوى السوقي الإسلامي اللي بشوفه كل يوم، مش في شخصي أنا بس، في شخص كل أحد ضد فكرهم أو غير مقتنع بمبادئهم أو دينهم. فاحنا مش هننزل لمستواهم، احنا لا نسب الملحدين، بل على فكرة احنا محترمين اكثر، احنا لا نسب او نهين اي شخص، بل احنا ننتقد الافكار ونسعى للحوار والنقاش بعيدا عن التهديد او الارهاب او القتل او الشتم او اي شيء غير اخلاقي او غير انساني. فاحنا ضد افكار وليس ضد اشخاص اخي جون. بالضبط بالضبط. يعني للأسف الأخوة المؤمنين يعني بيضطروا مرات بصراحة، يعني أنا أحد الأشخاص، يعني مرات ما يعني ما بسوي كنترول على نفسي لما تجيك شتيمة في 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 من أقبح الـ 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 الكلمات. يعني مع الأسف للأسف هن يعتقدوا إنه إذا ما رديت عليهم كن انتصروا، يعني شتمك. وأنا كثير يعني نحن صراحة أنا يعني كنت أرد، أول بالبداية كنت أرد شتائم، بس عم تخف، وهذا يعني إنه علمونا نكون مهذبين يعني بطريقة من شتائمهم الغير معقولة للأسف. طيب أخي عثمان، يا ريت حدثنا شوي بس عن برنامج راح تقدمه، يعني شو 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 طبيعته راح يكون. تفضل. البرنامج هذا بيكون على قناة الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. حنكون عندنا حلقة واحدة كل أسبوع، مدة الحلقة ممكن نص ساعة أو 40 دقيقة، نطرح فيها أفكارنا ومثلاً الأخطاء الموجودة في القرآن، الأخطاء العلمية اللي يدعي القرآن إنه يؤيد العلم وهو يختلف عن العلم وضد العلم 100%، وعدة أطروحات، يعني نحب نخليها مفاجأة للجمهور والمستمعين. ما بدنا نصرح بكل شيء. أكيد أكيد أكيد. يعني هو جميل جدا. يعني أنا لما حكيت معك بالموضوع مسألة البرنامج هذا، فوضحت لي يعني راح يكون ترتيبته تكون علمية، يعني علمية ناقضة للقرآن، يعني علوم القرآن اللي يتبجحون فيها من جماعة بهلول وغير بهلول النجار وغيره، يعني من الإعجازيين النصابين بالأحرى. أنا
كل من يدعي إعجاز علمي أنا بالنسبة لي هو نصاب يعرف الحقيقة، ولكن يعرف إنه شعوبنا جاهلة لا تقرأ وما بتتابع وراهم، فيديله على حسب اللي بدهم إياه، يطلع على الفضائيات يكتبوا كتب ويبيعوا ويسووا مصاري من وراء جهل الناس للأسف يعني. فهدول هن الإعجازيين اللي بسموا حالهم إعجاز علمي، يعني وحتى الإعجاز العلمي ما موجود بالقرآن بس، يعني الإعجاز العلمي موجود عند الهندوس، عند السيخ، عند المسيحيين واليهود، كلهم عندهم إعجازات علمية وكلهم خرافة يعني. كان نكون واقعيين طبعا، إذا في كل واحد بيحاول يفصل الدين على مقاسه، وكل واحد بيحاول يثبت إنه هو الصح والغير كله على خطأ. وأنا نحب نوجه نقطة معينة على الفكر الإلحادي، إحنا لسنا ضد أي شخص أو ضد أي فكر، بالعكس إحنا كملحدين نحب نقول إن إحنا الناس كلنا سواسية، ما في مسلم خير أحسن من مسيحي، أو مسيحي أحسن من يهودي، أو يهودي أحسن من ملحد، إحنا كلنا سواسية مع القانون، وكلنا سواسية كبشر. فهذا الفكر الراقي اللي يتطلع إليه الإنسان الملحد، إنه ما نفكر في اللون أو الشكل أو الدين أو العرق أو الجنس، بل نشوف لبعض إن إحنا إنسان بشر نعيش في كوكب واحد، ومفروض نبتعد عن كل الحروب والقتل والمشاكل اللي احنا بنتعرض لها بسبب الدين وبسبب أشياء أخرى طبعا. أكيد أكيد. خلينا ندخل بموضوعنا أخي عثمان، يعني القرآن يعني ذكر بآياته كيف يخلق الجنين، يعني أول شيء الزلمة بيساوي العظم، بعدين بحط له اللحم، أول شيء بتكون نطفة، بعدين علقة، بعدين بسويه عظم، بعدين بحط له اللحم، يعني شغلة مثل أوتوماتيك نفكرها سيارة، يعني بحشيها حشي بعدين بلزقها. فيا ريت تحكي لنا عن أطوار يعني كيفية تطور الجنين بين العلم وبين القرآن، وتوضح لنا الفوارق بيناتهم. تفضل. قبل ما نتطرق للموضوع هذا نحب نفسر شيء معين للمشاهدين أخي جون. تفضل. نحن اليوم في الحلقة أنا نحاول أني ما نعطي أي تفسيرات إلحادية، أنا حطرح آيات قرآنية وأحاديث ما تسمى بالأحاديث النبوية بين قوسين، وبتفسير ما يسمى بالعلماء المسلمين والمفكرين الإسلاميين والأئمة. فاحنا اليوم وخلي المسلم اللي فعلا يحب يبحث على الحقيقه يشوف الكلام هذا هل هو فعلا موجود او هو غير موجود. فقبل ما نبدا في الاطروحه نحب نقول لك ان محمد يقول في القران في سوره البقره: يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين انما يامركم بالسوء والفحشاء، يعني الشيطان، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، الآية 169. هذه الآية وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني القرآن بيحرم أنك تقول شيء على الله وأنت لا تعلم هذا الشيء. حيث يقول محمد في أحد الأحاديث: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. هذا طبعا أخرجه النسائي في فضائل القرآن 109-110 الصفحة، الترمذي كذلك، وأحمد في المسند، والطبري باهي في تفسيره، وغيره وغيره وغيره. وقال عليه الترمذي: هذا حديث حسن. فأنا نحب معلش نطول شوية في الكلام هذا بس نعطي فكرة واضحة للمشاهدين كلهم قبل ما نتكلم، علشان إحنا ما بنتكلم بكلام اعتباطي، إحنا بنتكلم لأن بحثنا وقرأنا أشياء ووجدنا أشياء تصدم الفكر والمنطق والعقل. فيقول صالح بن فوزان الفوزان، هذا طبعا الكل يعرف من هذا الشخص، وهو عضو في هيئة كبار العلماء وعضو في المجمع الفقهي بمكة المكرمة وغيره، يقول في أحد خطاباته أو خطبة له بعنوان: الحث على تعلم العلم النافع، بل بلغ الأمر، هذا صالح بن فوزان يقول: بل بلغ الأمر ببعضهم أن يفسر القرآن بالنظريات الحديثة ومنجزات التقنية المعاصرة، ويعتبر هذا فخرا للقرآن، حيث وافق في رأيه
هذه النظريات ويسمى هذا الإعجاز العلمي، وهذا خطأ كبير لأنه لا يجوز. شوف ليش لا يجوز، شوف شوف قمة يعني التكابر الإسلامي. لا يجوز لأن تفسير لا يجوز تفسير القرآن بمثل هذه النظريات والأفكار، لأنها تتغير وتتناقض. يعني النظريات العلمية ممكن تتغير وتتناقض، وممكن بعضها يكذب بعض، ولكن القرآن حق ومعانيه حق ولا تناقض فيه. يعني القرآن معانيه كلها حق ولا يوجد فيها أي تناقض. وإذا أردنا أن نفسر القرآن فليه قواعد. إذن أنت لا يحق لك أنك تفتح الكتاب المصحف وتقرأ أي آية معينة وتفسرها على مجازك، بل هناك قواعد معينة لازم تفسر بها الدين والقرآن. وهي هذه القواعد هي قواعد أساسية، وهي أولا أن يفسر القرآن بالقرآن، ثانيا إذا لم يفسر القرآن بالقرآن يفسر القرآن بالسنة. مثلا في السنة الصلاة غير موجودة مثلا في القرآن، طريقة الصلاة أو الوضوء، فإحنا نلجأ إلى السنة، أو قتل المرتد مثلا، أو الرجم الزاني، أو غيره وغيره. هذه لا يوجد نص صريح مثبت وموجود في المصحف أو في القرآن، فلذلك نلجأ إلى التفاسير الموجودة في السنة. وإذا لم نجد أي شيء موجود في السنة فنلجأ إلى الصحابة، لأنهم أدرى بذلك لمصاحبتهم رسول الله. هذا طبعا الشيخ صالح بن فوزان هو اللي يقول كلام هذا. وإذا الصحابة لم نجد عندهم أي شيء معين نتجه إلى الأئمة. حلو الكلام هذا طبعا أخي جون، أعتقد أنه واضح ما يحتاج شرح. أكيد أكيد. تمام، إذا بتحب تفسر أي آية لازم تلجأ إلى القرآن أو الأحاديث النبوية أو تفسير الصحابة أو تفسير الأئمة. تمام، توا نبدأ معاك في موضوع خلق الإنسان. سورة الطارق: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. الماء الدافق الذي خلق منه الإنسان حسب تفسير الأئمة والإسلاميين والشيوخ وعلماء الإسلام بأن هذا الماء يخرج من بين منطقة الأضلع والعمود الفقري، وهذا ما يسمى بصلب الذكر. تمام؟ والحقيقة العلمية طبعا تقول أن الماء الدافق اللي هو السائل المنوي أو الحيوانات المنوية التي تخرج من الذكر هي تتكون في الخصيتين، فيما يسمى بالحويصلات المنوية الموجودة في منطقة الحوض، وليس لها علاقة بمنطقة الظهر أو العمود الفقري أو الأضلع نهائيا. قال شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس: يخرج بين الصلب والترائب، صلب الرجل وترائب المرأة، أصفر رقيق، لا يكون الولد إلا منهما. وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة وقتادة، يعني كلهم قالوا الكلام هذا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة عن مسعر: سمعت الحكم ذكر عن ابن عباس. طبعا ابن عباس هذا هو عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهو صاحب من الصحابة الجليلين، وهو ابن عم الرسول نفسه. يقول هذا ابن عباس: يخرج من بين الصلب والترائب، أي الترائب، ووضع يده على صدره. يعني الترائب هو مكان الصدر، هذا ترائب المرأة. وقال الضحاك عن ابن عباس: تريبت المرأة موضع القلادة. يعني خلاصة الكلام هذا كله أن القرآن يقول أن تكون الجنين ينشأ في منطقة العمود الفقري ومنطقة الظهر بالنسبة للذكر، وبالنسبة للأنثى في موضع القلادة. واعتقد ان اي حد درس علم الاحياء حتى في ثالثه ثانوي او ثالثه اعدادي ممكن يعرف الكلام هذا، ويعرف ان هذا يتنافى مع العقل والمنطق ومع اي دليل علمي موجود او مثبت حاليا. اي سؤال اخي جون في الموضوع هذا؟ بصراحه بالتاكيد يعني هي نظره واضحه يعني إنسان لا يعرف شيء غير بالنظر الموجود قدامه، يعني الشيء الموجود قدامه فيفسره على كيفه يعني. بالضبط. يعني هلا أنت الموضوع اللي كنت أسألك عليه تحكينا على كيف أنا جاي للموضوع هذا. يعني
بس قبل ما كان بدي أسألك سؤال وبصراحة أنا نسيته وخطر لي يعني بعد ما بلشنا الأسئلة، شو تفضل. الأسباب اللي أدت ظهور ظاهرة الإعجاز العلمي؟ يعني ما كان في شيء قبل، يعني ظهرت يعني خلينا نقول ببداية العلم، ظهرت بالمسيحية، ظهرت بالإسلام، ظهرت بالهندوسية وأغلب الديانات، يعني شو هي السبب الأساسي في ظاهرة الإعجاز العلمي؟ سؤال جميل جدا، ولا إجابة بسيطة على السؤال هذا أخي جون، لأن السبب تطرق المتدينين إلى العلم ومحاولة دمج الدين مع العلم لجعل الدين شيء، طبعا لأن الدين مبني على خرافة، الدين ليس فيه أي حقائق واضحة، لأن أنت اللي تؤمن به ما بتشوفه ولا بتحسه ولا بتتذوقه أو تلمسه، فهو شيء غير موجود، فأنت بتحاول تقنع نفسك وغيرك بأن هذا الشيء موجود، فبتحاول تمدجه مع العلم، لأن العلم طبعا هو مبني على حقائق وهو شيء ملموس ومبني على أدلة، فبتحاول تدمج الدين الخيالي مع العلم الواقعي بحيث تصبح فكرة الدين شيء سهل او مستساغ، او باش تحس انت بشعور انك انت تسير على الطريق الصحيح. طيب أخي عثمان، يا ريت هلا تحدثنا عن نرجع لموضوعنا وتحدثنا كيف علميا يتطور الجنين، وكيف القرآن بيشرح وضعية تطور الجنين، وإذا في تناقض بيناتهم. تفضل. في سورة المؤمنون يقول: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. وهذه ركز فيها النقطة، فكسونا العظام لحما. إذن في القرآن يقول أن الإنسان خلق المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، تمام؟ تمام. الحقيقة طبعا هذه آية، في التفسير مثلا أو في الأحاديث عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله. طبعا عبد الله بن مسعود هذا يسمى فقيه الأمة، يعني هذا مو شخص عادي، هذا من فقهاء الأمة. قال: أن أحدكم يجامع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. ركز في الأرقام، 40 يوم يكون نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني 40 يوم تانية يكون علقة ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني 40 يوم تانية يكون مضغة، ثم يرسل الله إليه فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتاب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. عن حذيفة بن أسيد قال، حذيفة هذا أحد الصحابة اللي بايعوا الرسول تحت الشجرة: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليه ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها، ثم يقول: يا رب أذكر أم أنت؟ يعني الملاك يستأذن من الله، أهو ذكر أو أنت؟ شو بتريد أنت؟ شو بتحب أخليه ذكر ولا أنت؟ يا الله. فالله يختار فيقضي ربك ما شاء. بينما العلم الحديث والطب المثبت علميا يثبت أن النطفة، ما يسمى بالنطفة، تعيش 72 ساعة فقط بجسم المرأة كحد أقصى، هذا يعني مو 40 يوم، مو 40 يوم نهائي. جنس الجنين ذكر أو أنثى يتحدث من لحظة التلقيح وعند اكتمال الدي ان ايه، ويحدد ذلك وجود الكروموسوم. وفي اليوم 9 يبدأ اللحم بالتشكل أولا وليس العظم، ذلك عندما تلتحم البويضة الملقحة بجدار الرحم وتبدأ هذه البويضة بامتصاص الغذاء من الأم. في اليوم 21 بالضبط يظهر الجنين ويمكن تسجيل نبضات قلبه، تمام؟ السمع والبصر والعظام والعينين والأذنين والعمود الفقري والأخ تبدأ بالتشكل في اليوم 28. عظم الحنك يبدأ بالتكون ابتداء من اليوم 50. في الأسبوع 10 يبدأ تشكل غضاريف الجنين وعظامه الباقية، تمام؟ وهذا كله يتنافى نهائيا مع
أكدوبة الإعجاز العلمي للقرآن أن الجنين يتكون عظاما ثم كسونا العظام لحما، وهذا دليل قاطع أن من قال هذا الشيء شخص لا يعلم أي شيء على علم الأجنة أو على فكرة تكون الجنين، بل كان هو مجرد هرطقات وتصورات بسيطة في المستوى. طبعا لأن المجتمع كان بدوي، ما في أدلة وتكنولوجيا وما في علم، فأنت ممكن تتخيل أي شيء وتفسر أي شيء بأي طريقة، وهذه المشكلة، وهذا مربط الفرس اللي احنا نختلف فيه مع المسلمين أو أي شخص متدين. أنك أنت تحاول تقنعني أن شخص قبل 1400 سنة كان يعلم كيف يتكون الجنين، وتحاول تثبته أن هذا الشخص يعرف تفاصيل دقيقة في علم الأجنة وعلم الوراثة وعلم تكون الجنين في بطن الأم، هذه مأساة، هذه كارثة جدا كبيرة أخي جون. للأسف أخي عثمان، للأسف يعني في ناس، يعني هن مثل ما أينشتاين قال لك، يعني المؤمن يتعلق بقشاية، يعني مثل الغريق اللي يتعلق بقشاية بصراحة، يعني يريد أن يقنع نفسه حتى لو وهما أنه على الطريق الصحيح، أنه دينه صح، أنه يعني ماشي بالطريق الصحيح، حتى لو كذب على نفسه، حتى لو جيت انت شرحت له او طبيب شرح له او اي انسان شرح له، يا اخي الكلام الموجود بالقرآن خطأ، يا خطأ علميا، يعني المختبرات والعيادات الموجودة، يعني اليوم عم تشتغل 24 ساعة على الاختبارات وعلى الاشياء هاي، وكلام القرآن كلام قديم، يعني يحكي عن إنسان يشوف بالظاهر وهرطقات، يعني مثل ما قال. ولو بالفعل في شيء اسمه إعجاز، يعني كل هالاختراعات اللي اخترعها الملحدين، يعني علمهم، طب اعطونا قبل ما تجي تقول ها كانت عندي من 1400 سنة وهي موجودة بالقرآن. طيب قبل ما يخترعوا الكفار هذول الملحدين، اجتمعوا انتوا، جيبوا هيئة من العلماء المسلمين، هل الشيوخ الحويني والعباقرة مثل يعقوب وغيرهم، اجتمعوا وجيبوا هالقرآن، أو خلي جماعة الإعجاز العلمي، يعني بهلول النجار وغيره. أنا ما بذكر أسمائهم للأسف، يعني أنا ما بوسخ دماغي أثناء النصابين هدول، خلي يجيبوا آية يقولوا يا جماعة على أساس الآية في اختراع فلاني، تعالوا يا مسلمين خلونا نقوي اقتصادنا، نقوي نكون نحن أقوياء. فيا ريت يعني إذا في شيء اسمه إعجاز عندكم. للأسف خلينا ننتقل لموضوع تاني أخي عثمان. نحب نتكلم على الأرض وفكرة أن الأرض هل هي كروية أو غير كروية؟ كروية الأرض، يعني طلع أمس علينا شخص بهلول، يعني يقول إن نحن كمان عنا علماء ونحن عنا عقل ونحن عنا فكر، الطيارة من طلعت لفوق لازم تستنى عشان الصين تجي لعندها، يعني في مسخرة على هو. نورنا بنورك، تفضل. تسلم صديقي. طبعا الشخص هذا اللي تحكي عليه هو اسمه بندر الخيبري، هذا طلع في أحد القنوات، وطبعا هذا الشخص لا يحاسب، يعني الشخص مسكين. ليش؟ لأنه هو ما اخترع الكلام هذا، هو الناس اللي مقتنع أنهم علماء بين قوسين أو مفسرين، وهو مؤمن بيهم، فمجرد هو بيعيد الكلام اللي درسه. وانت مثل ما بتعرف ان الشخص المؤمن يشوف يرى الحقيقة من أذنيه مو من عيونه، لأن الشخص المؤمن لا يمتلك عيون صديقي جون، فهو يستمع فقط ويكرر ما استمع إليه فقط. فهذا بندر الخيبري قال إن الأرض لا تدور، وأعطى مثال، كان ماسك كاس على ما أعتقد، وأعطى مثال قال مثلا إحنا لو طلعنا من مطار الشارقة ورايحين للصين، وإذا الطيارة وقفت، فإذا كانت الكرة الأرضية تدور، إذن يجب أن الصين تأتي وليس نحن نذهب إلى الصين. وطبعا رد عليها الشيخ محمد المسعري، لو تعرفه، ممكن أي حد من المشاهدين يدخل على الإنترنت ويتفرج على الفيديو هذا. فمحمد المسعري بيضحك على
بندر الخيبري بيقول هذا شو مخلوق فضائي هذا ولا مجنون، كيف فضحنا قدام العالم وقال ان الارض لا تدور، فضحك عليه. وهو نفسه هذا محمد المسعر اللي ضحك على بندر، هو نفسه بيؤمن ان محمد طار بحصان مجنح في الاسراء والمعراج، وان محمد شق القمر، وهذه قصة شقاق القمر نتمنى نعمل عليها حلقة، لأن هذا موضوع يعني عندي فيه كلام كتير مثل ما بيقولوا. على كل حال برنامجك جاي وممكن تعطي بدك إياه. تسلم أخي تسلم. فشوف أنت التناقض المسلمين مع بعض، يعني هم كلهم في نفس مستشفى المجانين، بس في اللي حالته مستعصية وفي اللي حالته ياخذ أدوية يعني، وفي بس كلهم مرضى، كلهم فكريا في عطب وخلل في عقولهم. يعني انت بتضحك على شخص ما بيؤمن ان الكره الارضيه تدور، وفي نفس الوقت ما تضحك على حالك انك انت تؤمن ان رسولك شق القمر وان رسولك كان بيطير على حمار مجنح او حصان او البراق ما يسمى، او غيره وغيره وغيره من الاعجاز العلمي ما يسمى، ومن من المعجزات. فهنا التناقض للمسلم. فانا دائما لما بشوف الشتائم وبشوف المواقف مثل هذه فبضحك. ليش؟ لأنه بقول معليش، ما في مشكلة، في الناس البشر هادو بيؤمنوا أن في حدا كان عايش في بطن حوت، أو حدا بيحكي مع هدهد، أو حدا كان عنده عصا يرميها تصير تعبان. فأنت كيف تتفاهم معه هذا؟ يعني هم بيضحكوا علينا، وهو الضحك عليهم مثل ما بيقولوا، هذا مثل ليبي بيقول تضحك والضحك عليك. احنا بنبكي عليهم ما بنضحك عليهم مع الاسف. فدوران الارض هذا بنعطيك عليه موضوع، يعني بنعطيك عليه تفسير موجوده من كبار الشيوخ. بس قبل ما نتطرق للموضوع هذا نحب نعطيك نبدأ على ان الارض في الاسلام مثل ما قلنا غير كرويه. طبعا الكثير في الوقت الحاضر يعلق ويقول لك كيف يا جاهل تتهم المسلمين بأنهم لا يعرفوا أن الأرض كروية. إحنا نعرف الكلام هذا ومؤمنين به، بس نعطيك آيات قرآنية وتفسير وشوف أنت معي. وإلى الأرض كيف سطحت، سورة الغاشية الآية 20. كل المفسرين بدون أي استثناء، كل المفسرين قبل إثبات كروية الأرض كانوا يقولوا أن الأرض مبسطة، أي مدت ومهدت. مثلا في تفسير الجلالين لتنوير المشاهد، الجلالين هادو جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. جلال الدين المحلي هذا بدأ بتفسير القرآن من سورة الكهف حتى سورة الناس، بعدين توفي فأتى جلال الدين السيوطي وأكمل العمل، فبدأ بالتفسير من سورة البقرة حتى سورة الإسراء. وأي شخص ممكن يشوف المعلومات هذه باش يتأكد منها إذا كانت صحيحة أو غير صحيحة. فالجلالين هادو في تفسيرهم للآية وإلى الأرض كيف سطحت قالوا، وإلى الأرض كيف سطحت أي بسطت. مثلا في سورة الحجر آية 19، والأرض مددناها، تفسير القرطبي، هذا من نعمه أيضا ومما يدل على كمال قدرته، قال ابن عباس بسطناها على وجه الماء. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، سورة قاف آية 7. تفسير القرطبي كذلك، والأرض مددناها أي بسطت الأرض طولا وعرضا. سورة الداريات هذه حساسة شوية لأن هذه كلهم بيحكوا عليها، والأرض فرشناها الآية 48. تفسير القرطبي أي بسطناها كالفراش على وجه الماء ومددناها فنعم الماهدون، يعني فراش على وجه الماء. والأرض جعل لكم، والله جعل لكم الأرض بساطة، سورة نوح وإلخ وغيرها وغيرها. النازعات الآية 30، والأرض بعد ذلك دحاها. وهذه اللي كل المفسرين يتلاعبوا بالألفاظ ويقول لك دحاها، هذه من يعني هي مثل دحي النعام، وهذا دليل على أن الكرة الأرضية يعني بيضوية الشكل، وهذا دليل على الإعجاز العلمي، وهذا كله هرطقات وكذب ولا عنده علاقة بأي دليل علمي. لأن كلمة دحاها معناها في التفسير وفي المعجم اللغة العربية هي بسطت، يعني مبسوطة، ولا تعني بيض الدحية أو مكان بيض النعام أو كل هذا الكذب.
إذن الأرض في القرآن هي ليست كروية، خلاصة الكلام حسب قوله أفلا ينظرون إلى الأرض كيف سطحت، يعني الأرض في التفسير الإسلامي الأرض مسطحة ومفروشة طولا وعرضا كالفراش الموجود على الماء. وهذا كلام طبعا قبل 1400 سنة يكون منطقي، لأن أنت لم تخرج خارج الكرة الأرضية ولم ترى الأرض شكل الأرض، فأنت بتشاهد بعينك على مد البصر بتشاهد أن الأرض مبسوطة ومفروشة. وهذا دليل أن الشخص اللي كان يتكلم محمد يتكلم على المواضيع هذه كان شخص مجرد يشوف بعينه ويحكي، يعني ما كان عنده أي دليل أو أي. وهذا يبطل طبعا فكرة الإسراء والمعراج، لأن إذا كان محمد طلع إلى سابع سماء وذهب لمقابلات ربه ورجع، فإذا شاف الكرة الأرضية كيف شكلها من خارج، وإذا لكان علم أن الأرض كروية وقال أن الأرض كرة وتسكر الموضوع. بس هذا دليل أن الشخص هذا لم يكن يعلم أي شيء على تكوين الأرض أو شكل الأرض، ولم يكن له أي دراية على بهذا الموضوع. فنتطرق لموضوع تاني، وهو نكمل ولا عندك سؤال أخي جوان؟ بس خذ راحتك كمل. بس أنا يعني مسألة كروية الأرض، يعني كيف ممكن نفهمهم لأحبائنا المسلمين أهلنا بصراحة، إنه كيف نفهمهم إنه الأرض كروية بمعنى الكلمة، يعني كروية كيف هي كروية، كيف ممكن نفهمهم إنه هي يعني شو هي الآلية الوسيلة الطريقة إنه نفهمهم إنه كروية؟ تفضل. طبعا في الوقت الحاضر المسلمين كلهم وعلماء المسلمين يؤمنون بأن الأرض كروية، لأنها أصبحت حقائق علمية، وإحنا طبعاً بندرس في المدارس وفي الجامعات أن الأرض كروية. بس المسلم طبعاً لا يكل ولا يمل ولا عمره يعترف بخطأه، فبيحاول يلف ويدور مرة تانية وبيحاول يثبت أن بص وشوف أن القرآن صحيح، لأنه بيقصد بالآيات هذه أن الأرض كروية، فبيعمل نفس المشكلة، يعني ما بيفكر بالخطأ الواقع فيه، بل شنو يعمل؟ يصبح يفكر كيف يحور الآيات وكيف يتلاعب بالألفاظ اللغوية لكي يجعلها تتوافق مع العلم ومع الأفكار العلمية والأدلة العلمية. فهذه المشكلة اللي موجودة، فأنا يعني مش محتاج أن أفسر كيف أن الأرض كروية، أعتقد أن العالم كله يعرف أن الأرض كروية وحتى المسلمين. بس اللي حبيت نقوله أن كيف أن الإسلام ولا مفسرين الإسلام يحاولوا يثبتوا العكس لغاية ما ثبت علميا أن الأرض كروية، فأصبح الموضوع يعني لا يحتاج إلى كلامه وتفسيره. تفضل أخي جون. موضوع كروية الأرض ما أظن يحتاج لناس تحكي فيه أصلاً، يعني موضوع منتهي، يعني مثل كروية الشمس، يعني الله الشمس إذا تنظر لها وتقول أنها مربع أو مسطح، ف يعني أكيد ما راح تقدر تقول لأنه شايفها قدام عينك. والأرض يعني رؤيت، فاللي يعاندون يعني طبعا يحاولوا يغطوا الشمس بالغربال مثل ما بنقول. طبعا فهلا أعطيك أدلة تانية، بس تشوف الشيوخ هادو يا أخي لا يستحوا، ناس ما بتستحي، يعني احنا بنقولوا دمه بارد، يعني العلم بيثبت لك شيء وانت ما زلت تتفلسف وتحاول انك يعني تتكابر على العلم، وبتحاول تثبت انك انت صح وعلى حق. يا اخي استحي على نفسك واعترف بانك انت ودينك كله خطأ، واذا قلت اوكي ديني خطأ في النقطة هذه بس انا مقتنع به وبحب اكون على خطأ، ما ممكن احترمك واقول لك خلاص خليك على خطأ. بس لما تكابر وتحاول انك تطلع العلم خطأ لتثبت انك انت الصح، يعني هذه كارثة. يعني وهذا الشيوخ في بعض منهم لحد الآن في أواخر يعني
الألفينات في أواخر الأعوام السابقة، وفي في التسعينيات وفي الثمانينيات، يعني في مرحلة أوج العلم، ما زالوا يتبجحون ويخرجوا على القنوات التلفزيونية ويتكلموا في مواضيع يعني مو أهلها هم أصلاً، هم ناس مو دارسين. يا أخي هو عالم في شوف، أنا ممكن أكون عالم إسلامي، أنا اليوم ممكن إذا كنت مسلم ما أقرأ عليك آيتين وتفسير البخاري وشوية صحيح مسلم وخلاص، وتصير أنت شيخ وعلامة. شو هو يعني، شو هو في الإسلام اللي هو واو يعني؟ هل فيزياء الكم، أو هل قوانين نيوتن ولا أينشتاين الموجودة في القرآن؟ يا أخي اقرأ كلمتين وتفلسف شوية تصير شيخ. أنا هلأ ممكن أعطيك أدلة تثبت لك أن العلم كله على خطأ حسب التلاعب بالألفاظ والكذب الإسلامي يعني. بس هذه المشكلة، إحنا اللي أساليب رخيصة للأسف، تعبنا يا أخي، كرهنا حياتنا يا أخي. لما تشوف هالشيوخ وتشوف عائلتي وعائلتك وأطفال وأجيال كل يوم تتفرج على التفاهات هذه وبتؤمن بها، يعني خلاص خلاص أصبح الموضوع مقيت، أصبحت المسرحية بائسة يعني. ما احنا خلاص مرة كالحمضة. بالضبط بالضبط، للأسف يستعملون أساليب رخيصة والناس تسمع لهم، والمشكلة إنه هم يسترزقون من هذه الهرطقات والتفاهات والخرافات، ونحن نموت برصاص الجهل، يعني نحن نموت بقنابل الجهل من كل هالخرافات هاي، يعني سبب تدميرنا هن يعني للأسف. طبعا العصور المظلمة، ما زلنا عايشين في العصور المظلمة، احنا في 2016 حاليا اخي جان، ولكن الدول الإسلامية تعيش في العصور المظلمة. يعني انا اعطيك امثلة ثانية، يعني انا مليء اليوم، مليء بالموضوع هذا، لاني خلاص فعلا تعبت، تعبت يوميا يعني. لما اتفرج على التلفزيون واشوف الكوارث اللي تقوم بها الدول الإسلامية، يعني خلاص خلاص أجيال ضيعتوا شبابنا، إحنا ضعنا، وبدكم تضيعوا أطفالنا، وبدكم تضيعوا بناتنا، وتضيعوا يعني جيل، أجيال ورا أجيال بتضيعوها كل فترة. ليش؟ خلاص احترموا حالكم يا أخي، واعرف قدرك بين المعالم، أنت لا شيء، أنت كعلم أو كعلامة إسلامي أو كإمام أو شيخ أو فقيه، أنت تساوي صفر على الشمال، ليس لديك أي وزن مقارنة بأي فكر، يعني لا شيء، لا شيء، ما عندي شو أقول يعني. شوف أعطيك، شوف شوف المسرحية، أنت واضحك معي اليوم. القرآن يقول يوجد بالأرض سبع طبقات تحت الأرض، ما في الآية، آية سورة الطلاق آية 12، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض، ومن الأرض مثلهن. من تفسير ابن كثير، اسمع السخافة، اسمع السخافة، عن ابن عباس قال، طبعا ابن عباس احنا تكلمنا عليه شكون، قال الله الذي خلق سبع سماوات، يعني السماوات سبعة، ومن الأرض مثلهن سبعة حتى الأرض، قال سبع أراضين، في كل أرض نبي كنبيكم، وآدم كآدم، ونوح كنوح، وإبراهيم كإبراهيم، وعيسى كعيسى. يعني شو هالقمة الجهل، كوميديا سوداء للأسف يعني. يعني في واحد مثلك هلا في الطبقة الثانية بالأرض، أنت موجود وأنا مثلي واحد ثاني. من تفسير القرطبي، دل على كمال قدرته، أي قدرة الله، وأنه يقدر على البعث والمحاسبة، ولا شوف شوف ركز معي في الكلمة هذه، ولا خلاف في السماوات أنها سبع بعضها فوق بعض. يعني المسلم قال لك لا خلاف أن السماوات سبع، شو هو الدليل العلمي اللي تبت أنت أن السماوات سبع طبقات؟ لا يوجد أي شيء إلا كلام محمد على الإسراء والمعراج، حين قال أن بين السماء أن السماوات عددها سبعة، وبين السماء والسماء مسيرة 500 عام. يعني كلام هرطقة لا فيه أي دليل علمي، في حديث الإسراء والمعراج وغيره طبعا. وهذا دليل أنهم لا يعرفوا أي شيء على العلم. إذن الطبقات، الأرض كذلك سبع طبقات، والضحاك حتى هو قال نفس الشيء، ومن الأرض مثلهن، أي سبع من الأراضين، ولكنها مطبقة بعضها على بعض من غير فتوق بخلاف السماوات. وهذا نفس الكلام في الترمذي والنسائي. يعني شوف قمة ال قمة الجهل للأسف، قمة الجهل. وللأسف يعني أخي عثمان بهالنقطة بالذات، يعني يلا في
الاوتار او الاكوان المتعدده، خلينا نقول يعني، بيقولوا هي اعجاز علمي، سبع طبقات اعجاز علمي يعني. العلماء هلا عم بيكتشفوا، عم بيفكروا بنظريه الاكوان المتعدده، ويعني يعني تصور لوين وصلت التفاهه، انه بصراحه مثل ما قلت يعني، واحد ما بقدر بحكي بسبيشلس يعني هالترهات هي يعني. هل من المعقول نظريه الاكوان المتعدده تربطها بالطبقات السبع الارضيه تحت الارض؟ تحت الارض، ادخل تحت الارض، في غير هذا هو التلاعب الاسلامي، هذا الفلسفه الشيوخ المقيته، هذه حقاره المفسرين الاسلاميين اللي يحاولوا يتلاعبوا بالالفاظ ويحاولوا يعني بيعملوا الدين بيصير مثل جاكيت او بدله بتلبسها، بيفصلوها على مقاسهم كيف ما بيحبوا هم. وهذا الشيء اللي انا واعتقد ان كل شخص يفكر وصادق بينه وبين نفسه يجد نفسه سئم من هذا الموضوع وتعب. صحيح صحيح للأسف. طيب أخي عثمان، إذا بتحكي لنا عن حركة وجريان الشمس. تمام. بس أحب أقول للمشاهد بس كيف إن الأرض، طبقات الأرض كيف تتكون. طبعاً الأرض فيها القشرة الأرضية اللي هي الأولى، واللي هي طبعاً في بعدين بعدها الغلاف الصخري، بعدين الغلاف المائع، وعندك طبعا هذا اللي يتكون في هذول كلهم يكونوا في منطقة اللي ما يسمى بالوشاح العلوي، وبعدين عندك منطقة الوشاح السفلي، بعدين اللب الخارجي واللب الداخلي، وبعدين عندك المركز أو مركز الكرة الأرضية. هو هذا ببساطة جدا طبعا، إن هذا موضوع جيولوجي بحت ويعني فيه تفاصيل كثيرة، فأنا ما نحبش نتطرق إليها، بس بصورة مبسطة للمشاهد البسيط هذا هو شكل الكرة الأرضية، لا سبع طبقات فوق بعضها البعض، لا طباقا، لا أم أحسنون، هذا كله ترهات ولا عنده أي علاقة بالعلم. نرجع لموضوعنا وهو جريان الأرض، الشمس، وهذا موضوع مهم جدا، وهذا أهم موضوع نحب نحكي عليه اليوم في الحلقة. القرآن يقول في سورة ياس: والشمس تجري لمستقر لها. قال الشيخ السعدي في تفسيره: أخبر الله أن الشمس والقمر والنجوم تجري إلى مستقر لها. الشيخ صالح الفوزان: لا شك في ذلك، بأن الأرض ثابتة. اسمع الكلام، هذا شيوخ، هذا مو مسلم عادي، هذا مو مسلم البسيط، هذا شيخ، هذا اللي بيدرس الإسلاميين وبيفهمهم، هذا علماءنا، هذا الناس اللي المسلمين بينحنوا أمام نماذج مثل هذه. فشو بيقول الشيخ صالح فوزان: لا شك في ذلك، بأن الأرض ثابتة والشمس تدور عليها، وهذا مدلول الكتاب والسنة. يعني أي مسلم يتبجح ويقول إحنا الملحدين بنتهم الإسلاميين بأنهم ما بيقولوا أن الأرض بتدور، فأتحدى أي شخص من المسلمين يروح للشيخ صالح الفوزان ويسأله ويقول له: هل الأرض تدور أو لا تدور؟ فمثل ما قال هو: لا شك في ذلك، بأن الأرض ثابتة والشمس تدور عليها، وهذا مدلول الكتاب والسنة. في أحد الجرائد، مع الأسف مو متذكر اسمها، قالت أن ابن باز قال الشيخ ابن باز في رده على من يقول أن الشمس ثابتة والأرض تدور عليها أن هذا الكلام ينافي الكتاب والسنة، وإذا قال معتقدا ذلك فقد كفر. يعني الشيخ ابن باز قال إن أي واحد بيقول أن الأرض هي اللي بتدور على الشمس مو العكس فقد كفر. لما صار الضجة بعد ما المقالة هذه انتشرت في العالم العربي والعالم الإسلامي، وبعض العلماء والمفكرين انتقدوا كلامه، فابن باز نكر الكلام هذا. أي قارئ، أي واحد يحب يبحث لكي يتأكد من الكلام اللي راح أقوله الآن، أنا مش عارف كيف أحكي ليبي ولا لبناني ولا، فاللهجة الليبية صعبة شوية، فبنحاول نبسط. أظن خليك على طريقتك اللي عم تحكي فيها هلا، مفهومة جدا يعني، وكثير أظن أغلب الناس بيفهموها، فياريت تكمل على نفس الوتيرة.
ونتمنى ان المشاهد ما يكون مشوش معي، لاني انا في افكاري منظم، بس طريقة الإلقاء لاني مش عارف اي لهجة استخدم، فبفكر شوية قبل ما اتكلم. ما علينا. فابن باز بعد ما صدرت هذه المقالة نكر في كتابة مجموع فتاوي ومقالات متنوعة تأليف عبد العزيز ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن باز، طبعت ابن القاسم، الجزء التاسع صفحة 157. تمام؟ تمام. يعني أي حد بده يتأكد من الكلام هذا يشوف الكتاب هذا، شوف شين قال، شوف شوف، وتسألونا وتقولوا داعش من وين إجت، ولا داعش لا يمثل الإسلام. داعش إذا قرأت كل كتب التفاسير يعني وطبقتها فهذا هو الإسلام. يعني إذا أنت قرأت الإسلام بصورة جيدة وقرأت كل الكتب التفسيرية وفهمت كل المفسرين شو بدهم يقولوا لك، عندك حلين يا أخي جون، يا بتصير ملحد يا بتصير داعش، ما في حل ثالث، ما في حل ثالث. هو هذا الإسلام، يا تفكر بعقل وتترك وتعرف أن هذه تراهات، يا تصير إرهابي. يعني شوف شن قال، ليش يعني شوف شن قال في الكتاب، قال إنما في المقالة هذه، إنما أهدرت في المقال من قال أن الشمس ثابتة لا جارية. يعني هو قال أنا ما أهدرت دم اللي قال الأرض بتدور ولا ما بتدور، بس اللي بيقول أن الشمس ثابتة فأنا أهدر دمه بعد استتابته، وما ذلك إلا لأن إنكار جاري الشمس تكذيب لله سبحانه، وتكذيب لكتابه العظيم، وتكذيب لرسوله الكريم، وقد علم بالضرورة من دين الإسلام وبالأدلة القطعية وبإجماع أهل العلم أن من كذب الله ورسوله أو كتابه فهو كافر، كافر حلال الدم والمال، ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وليس في هذا بحمد الله نزاع بين أهل العلم. يعني شوف الإرهاب، يعني أنت قال أنا لا ما قلت اقتلوا اللي قال الأرض بتدور، بس لو قلت أن الشمس ما بتتحرك ومو جارية إذن أنت كافر. يعني احنا كنا كفار، حتى المسلمين كفار، اذا انت امنت ان الشمس ما بتدور وما بتتحرك وغير جارية اذا انت كافر ويجوز قتلك. وبعدين بيسألوك يقول لك الارهاب من وين اجى؟ الارهاب دينه الاسلام يا جماعة، الارهاب دينه الاسلام. ويضحك علينا من يقول انه الارهاب لا دين له. طبعا المسلم البسيط اخي جون ما بيعرف الكلام هذا، ما بحث في الكتب الاسلاميه، فالمسلم البسيط يعرف انه يقول لك صيم، اقم الصلاه 5 مرات، الزكاه، والروح الحج، خلاص انا مسلم وحياتي سعيده. ما بيعرف شو هو الاسلام الحقيقي. يعني حتى الناس اللي بيشتمونا في التعليقات، انا متاكد الناس هذو لو داعش دخلت عليهم سوف تطبق عليهم الحد، لانه ليسوا مسلمين. تلقاه يدخن او يشرب الكحول او يزني ومع ذلك يقول لك لا أنا مسلم. هذا المسلم الكيوت اللايت، المسلم الحلو الأمور اللي بيحاول يكون يتماشى مع العصر. هذا ليس الإسلام، هذا هو الإسلام اللي نتحدث عليه أنا وياك اليوم، هو الإسلام، هذا هو الإسلام الحقيقي. ومع الأسف الناس ما بيعرفوا حقيقة الإسلام. صحيح، للأسف للأسف للأسف. نكمل لك النقطة هذه بس. الشيخ ابن عثيمين حول دوران الشمس، شوف شن قال. طبعا هذا شو اسمه، أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن العثيمي الوهيبي التميمي. شوف شن قال، قال فقال الأدلة الشرعية الإسلامية تثبت، شوف شوف شن تثبت، أن الشمس هي التي تدور على الأرض وبدورتها يحصل تعاقب الليل والنهار، وليس لنا أن نتجاوز ظاهر الأدلة إلا بدليل أقوى من ذلك يسوغ لنا تأويله. يعني شو معنى الكلام هذا؟ ركز في النقطة هذه. يعني إذا العلم القرآن بيقول أن الشمس هي اللي بتدور وإحنا كنا كمسلمين متفقين عليه، بس إذا أثبت العلم بصورة قاطعة العكس، فإحنا ممكن أول القرآن ونفسره ونفصله بحيث يتماشى مع الكلام هذا، وهذا ما قاله أي شخص
نتمنى يدخل على اليوتيوب ويشوف ما قاله القرضاوي على نظرية التطور. لما سئل على نظرية التطور شو قال؟ قال احنا نظرية التطور لسه مش مثبوتة انها حقيقية، بس لو ثبتت احنا نقدر نتلاعب بالآيات ونحاول نجملها بحيث نخلي نظرية التطور توافق القرآن. قال هو قال بالحرف انه بنقدر من اول، يعني من اول بالضبط. صراحة عثمان انا بسنة 2002 في اذاعه عربيه كانت موجوده بلندن، وما بعرف اذا موجوده لحد هالله لانه ما تابعت من زمان، في شيخ انا لا احفظ اسماء الشيوخ، يعني بهاي ما تقولوا انا احفظ اسمائهم ولا اريد ان احفظ اسمائهم صراحه، في شيخ بكل صراحه قال اذا اثبت العلم شيء نحن بنرجع القران من اوله كما يناسب العلم. وهذا ضحك على اللحى، يعني مثلا على مدى 1400 سنة 1300 سنة بعد ما طلع الإعجاز مسألة العلم وهالمسائل، يعني على مدى 1300 سنة فسروها شيء والناس مقتنعة انه هذا التفسير الصح، ولما بيجي العلم بيطالع حقيقة معينة تجي تلغي كل هالتفاسير هاي بتحطها على جنب تبدأ تضحك على الناس، يعني للأسف الشديد للأسف الشديد. ممكن تعلق لي بهالنقطة هاي على الشمس تغيب في عين حمئة، يعني أنا لا ما أقدر أمسك حالي من الضحك بصراحة، يعني للأسف. تفضل. طبعا هو الـ زي ما قلت لك اللي بي يعني مش عارف شو بقول، خلاص انا عجزت فعلا، عجزت عن يعني اليوم الشمس اللي اكبر من الكره الارضيه بكاملها مليون و300 الف مره يا جماعه، طبعا 300 الف مره او يزيد يعني حسب تقدير العلماء. هل من المعقول يعني وين بدك تحطها باي عين باي مجرى؟ انها بتروح بتسقط في بئر في عين حاميه مثل البئر وبعدين ترجع مرة ثانية. وفي التفاسير الإسلامية شو بيقول لك؟ شوف يعني هذا حديث، هذا حديث عن محمد، يعني مو تفسير بس حديث، بيقول أن ما معناه أن الشمس عندما تمشي تغرب تذهب لكي تغرب فهي تذهب لتسجد في عرش الرحمن، يعني تسجد أمام الله وتطلب من الله أن تبقى في الجنة يعني في العرش، ولكن الله يقول لها ارجعي. فلما ترجع هذا وين ما يكون مرحلة الشروق مرة ثانية. وهذا حديث، هذا مو تفسير، يعني ممكن نقول تفسير على خطأ، هذا حديث عن محمد. عن محمد يعني الله كل يوم هاي شغلته كل نهار بيقول له للشمس روحي، بترجع بتقول له، برجع بقول له روحي، بترجع بتقول له بدي يوميا يا جماعه، يومياً بتروح بتقول له يا الله انا بدي اكون معك هون، خليني هنا وانا مش عارف شني هو. الله يقول لا 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 ارجعي انا ما بدي اياك لسه، ارجعي. فترجع مضحك لسه. فياتي الشروق، يعني قمه السخافه، مزاجي تضحك على العقول يا اخي، تضحك على عقلي يا اخي. ممكن قبل 1400 سنة تضحك علي، بس هلا ما تقدر تضحك علي، لا أنت ولا أحسن شيخ ولا أكبر شيخ عندك في السعودية أو في أي مكان، لأن خلاص إحنا مش علماء، أو إحنا مجرد ناس شجعان نفكر بصدق ونتحدى أي شيء غير منطقي، بس هذا هو الإلحاد. إحنا ما بنكره أي دين أو ضد أي شيء، إحنا ما تيجي تقنعني بالتراهات هذه يا أخي وتقول احترم ديني، ما بحترم دينك، أنت أجبرتني أني آمن بخرافات، أنت أجبرتني أن تدرسني الكلام التافه هذا كل يوم، وبعدين تقول لي احترمني، كيف أحترمك يا أخي؟ أحترمك لما روح أنت صلي لحالك واقفل فمك، لا تتحدث عن العلم، روح صلي واعبد ربك الغير موجود الوهمي واخرص، ولكن لا تتبجح ولا تقتلني ولا تعذبني باسم دينك يا أخي. من هو اللي المفروض يحترم الثاني؟ أنت تحترمني ولا أنا أحترمك؟ ما فهمتش أنا، يعني شكون المفروض يحترم الثاني؟ يعني للأسف وبصراحة ما بتعرف شو تحكي تقول لهم، يعني يلا احترمني. في شخص بعت لي رسالة
انا كنت منزل منشور على صفحتي في الفيسبوك، فقال لي رجاء لو تمحي المنشور هذا لانه بمس كيف بيجرح مشاعري كمسلم وبمس عقائدي، لازم تحترم عقائدي. يعني اليوم انت عقيدتك هي اللي تتبجح فيها انه انا لازم احترم، اول شيء بتأمر بقتلي، ثاني شيء بتشبهني للحمار، ثالث شيء بتشبهني بكل انواع الحيوانات اللي انت بتبغضها، ومسبات وشتائم وتهديد وقتل، واجي احترمك على ولا احترم مشاعري، مشاعري تنجرح. يا سلام، مش قد مشاعرك رقيقه. طبعا المسلم فقط عنده مشاعر، احنا ملحدين ما عندنا مشاعر. مشاعرك تفضل، احنا مصنوعين من البلاستيك، الملحد مصنوع من البلاستيك ولا ستان ستيل، يعني ما عنده مشاعر. المسلم فقط اللي مشاعره واحساسه مرهف وانسان يعني كيف رقيق المشاعر مثل الشاعر. يا اخي كلهم شعراء، يعني شعراء وكلهم مرهفي الاحساس، ويعني شو تحكي عنهم؟ لما بدخلوا يعني بزعقوا بالجوامع على فلان كافر وقتل فلان وقتل فلان وعلان، ويعني يطلع لك مثلا مفتي داعش هذه فتوى، وضحكته على ملا لسانه، حتى الأطفال ممكن تقتلهم. الرسول قال وهم منهم، يعني على الأطفال. فعن شو عم تحكوا انتوا شوية همج، يعني للأسف ضرونا نحكي هيك بهالطريقة بهالأسلوب، انه همج، انتوا همج. طبعا الشاعر عم تحكوا عنه. في غياب الفكر والعلم والمنطق يا أخي جون يتحول الإنسان إلى وحش. فلما يكون الإنسان تفكيره بسيط، يعني بالطريقة هذه احنا تو أعطيتك آيات وبعض التفاسير، والإنسان والمسلم يؤمن بالكلام هذا، يعني عقله بسيط سطحي، مع احترامي طبعا أنا لا أهين أي شخص، بس مع الأسف المسلم أو المؤمن بصفة عامة مهما وصل إلى العلم، إلى مرحلة من العلم والتفكير والجاد، لكن مستحيل يكسر الحاجز هذا، لأنه صعب جدا أنك تكسر. اللي يدخل في الإسلام هذا مفقود، والخارج منه مولود. كل تأكيد. فتصبح أنه مهما كان عنده مراحل، يعني ممكن تلاقي دكتور أو عالم فيزياء أو رياضيات بس مسلم. ليش؟ لأنه في المستوى العلمي يكون عنده إيمان بس عقله سطحي في مستوى ثاني. فصعب أنك تخلي شخص مثل هذا يفكر بصورة صحيحة ويكون صادق مع نفسه. طبعا الخوف والله، يعني كتر الله خيره مثل ما بيقولوا، يعني كفى ووفى التهديدات بالحرق والقتل والتعذيب في الجهنم وكذا وكذا، بتخليك يعني تكون جبان، تخاف من المخلوق اللي بيعذبك هالعذاب الأبدي. أعتقد أخي عثمان إنه هلا بتلاقي دكاترة مثلا مسلمين مثل ما قلت، علماء فيزياء، يعني المشكلة في النظام التعليمي عنا. يعني يلا مثلا الطبيب صح، إمتى بدرس الطب؟ إمتى بتعرف على لما بدخل كلية الطب؟ يعني بس تيجي بالمدرسة مثلا، بالمدارس، هل المدارس عنا تعلم نظرية التطور أول شيء حتى يكون مبني بناء صحيح علمي حقيقي مثلا، لحتى يصل مرحلة الجامعة يفهم مرحلة التطور حتى يجي يدرس الطب بكل معنى الكلمة او الفيزياء او غير شيء؟ لا، هن بالمدارس، انا اذكر في نظامنا التعليمي البائس للاسف، كانوا يقولوا لنا الانسان كان اصله قرد. يعني انت شو عم تدرس طلاب؟ يعني الانسان كان اصله قرد، يعني القرد اللي قردك مثل ما اقول. يعني طبعا مع الأسف، لأن المجتمعنا كله أخي جون مغسول الدماغ، برين واش، يعني ما فيها، كله أفكارهم مغسولة. يعني مثل ما بيقول لك في مثل يعني حلو، بيقول لك النقش العلم في الصغر كالنقش على الحجر. فأنت لما في صغرك بيصير بيعطوك كل هذه السموم وكل هذه الأفكار، فطبعا لما تكبر تصير جزء لا يتجزأ من شخصيتك ومن كيانك.
فمن الصعب جدا جدا انك تتخلص من الاشياء اللي تعلمتها في صغرك. يعني بالانجليزي بيقولوا old habits die hard، يعني العادات القديمة صعب انك تتخلص منها، والدين هو عادة من العادات ومن اسوأ العادات مع الاسف. من أسوأ العادات للأسف، عادات يعني تاخذ كوكايين افضل لك من تاخذ جرعة دينية هو للأسف. أفيون الشعوب، الدين هو أفيون الشعوب، لا يختلف عن الكوكايين. بس خليني أرجع للموضوع، بس تفضل. على رد الشيخ هذا على الأدلة الشرعية أن الشمس هي التي تدور على الأرض، قال لك من الأدلة الشرعية أن أن الشمس هي التي تدور على الأرض ما يلي: واحد، قال القرآن عن إبراهيم في محاجاته لمن حاجاه في ربه: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فآتي بها من المغرب، فيكون الشمس يؤتى بها من المشرق، دليل ظاهر على أنها التي تدور على الأرض. تمام؟ قال، وفي واحدة من الآيات، وهي من الآية 17 من سورة الكهف: وترى الشمس إذ طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، فجعل الإزورار والقرض من الشمس، وهو دليل على أن الحركة منها، يعني دليل أن الشمس هي التي تتحرك. هذه كل أدلة أعطاها هذا الشيخ بالدليل بالآيات القرآنية على أن الشمس هي التي تدور. واحدة من الصور من الآيات الموجودة في سورة ياس تقول، وهذه آية مهمة جدا: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازلا حتى عاد كالعرجون القديم. شعر: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. يعني الشمس تجري، هذا أحد الأدلة أن الشمس هي التي تدور على الأرض. بعدين شوف شن قال لك هنا يا أخي جون، قال لك: والشمس تجري مستقر لها، إلخ، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار. وعلى فكرة الشمس والقمر أدركوا بعض في مرحلة الكسوف. مرحلة الكسوف مثل ما تعلم أخي جون وأعزائي المشاهدين كلهم، أن الشمس والقمر والكرة الأرضية بيصيروا كلهم في خط واحد، فبحين القمر يحجب ضوء الشمس عن الأرض. إذن الشمس والقمر بيدركوا بعض، وهذا عكس ما تقول الآية أن لا القمر ينبغي أن يدرك الشمس، ولا الشمس تدرك القمر. وفي الحال في حالة الكسوف الشمس تدرك القمر، يدرك الشمس، ويكون فاصل بينه وبين الأرض، وهذا ما يسمى بظاهرة الكسوف. وعلى فكرة محمد نفسه شخصيا كان بيخاف من الكسوف جدا، لذلك كان يوصي الصحابة والمسلمين بأن يكثروا من الصلاة في فترة الكسوف. فهذه دليل على أنه لم يكن يعلم بالضبط شن هو الكسوف أو ما هو الكسوف. ولا الليل سابق النهار، بقية الآية: ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ولا الليل سابق النهار يعني مش ممكن الليل يكون قبل النهار، أو النهار يكون قبل الليل. بس شو تعليقك على ظاهرة الليالي البيض اللي تحدث مثلا في سان باترسبورغ في روسيا؟ هذه في يونيو حزيران، تكون شهر كامل 24 ساعة نهار، لا يوجد ليل أصلا. فكيف أنت تقول لي ولا الليل سابق النهار، ولا النهار سابق الليل، أو غير أو غير أو غير؟ في أيام في الليالي البيض هذه ما بيكون في ليل أصلا. فهذا دليل أن الشخص اللي يقول في الآيات هذه لا يعرف أي شيء عن علم الفلك أو تكوين أو كيفية تعاقب الليل والنهار كيف تحدث، أو كيف أن الكرة الأرضية بتدور على نفسها وبتدور على الشمس، ولا عنده أي علم أو أي خلفية بالموضوع هذا. نعطيك من تفسير كتاب التفسير صحيح البخاري يا حبيبي، هذا الصحيح اللي ما في حدا يقدر يتكلم عليه. صحيح البخاري هذا بعد القرآن والأحاديث. شو قال في سورة ياس: باب: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيدة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي درة عن 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 انت شوف العن بس لغاية ما يطلع روحك. عن أبي در قال: كنت مع رسول الله صلى كذا 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 وسلم في المسجد حين غربت الشمس،
فقال صلى كذا وكذا وكذا يا أبا در، يعني محمد قال لي أبا در أتدري أين تذهب الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال صلى الله فإنها تذهب حتى تسجد بين يدي ربها عز وجل فتستأذن في الرجوع فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فترجع إلى مطلعها وذلك مستقرها. يعني شوف شنو بيقول محمد بعد الصلاة ممكن ولا جالس مع أبا در، يعني شوف شوف الغرور محمد، يعني محمد ما حدا سأله، هو فتح الموضوع لحاله. يعني إجا لأبو در قال تعال يا أبو در تعال أنت تعرف الشمس هذه وين بتروح؟ طبعا الشخص ما بيعرف، قال أنا ما بعرف، أنت الله ورسوله يعني أعلم به. فقال له هذه الشمس تروح تذهب حتى تسجد بين يدي ربها عز وجل فتستأذن، يعني تستأذن إنها تضل ولا ترجع، فالله يقولها ارجع. ومحمد ما يعرف إن الشمس عند غرب عندما تغرب مثلا في مكة فهي ما زالت مشرقة في غرب أفريقيا ومشرقة على أمريكا. يعني هذا دليل إن ما عنده أي علم، يعني كل الآيات وكل التفسير القرآنية وكل الإعجاز القرآني أو التلاعب بالألفاظ الموجود في القرآن هو موجود من الناس الموجودة في شبه الجزيرة، يعني ما كانت تعرف أي شيء خارج هذه المنطقة. كتاب صحيح مسلم في نفس الموضوع، كتاب الإيمان باب بيان الزمان الذي لا يقبل فيه الإيمان، حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي در قال سألت رسول الله عن قول الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، قال مستقرها تحت العرش. يعني محمد قال له أن مستقر الشمس، الشمس لما بتغرب بتروح بتجلس تحت العرش. الشيعة، هذا مش السنة بس، يعني حتى الشيعة المسلمين في الميزان للطبطبائي قال لك وأما جرياها وهو حركتها فظاهرة النظر الحسي يثبت حركة دورية الأرض، ولكن الإثبات العلمي يقضي بالعكس. يعني الإثبات العلمي بيقول العكس، بس إحنا ما زلنا مقتنعين أن الشمس هي اللي بتتحرك على الأرض وليس العكس. يعني خلاصة الكلام هذا كله اللي نحب نقوله أخي جون، وسمحني أعذرني أخذت المايك منك كتير، خلاصة الكلام أن ما يكلك يعني ولا يهمك فضلا، خلاصة هذا الكلام أن هذا الدين لا يحتوي على أي شيء علمي نهائيا، بل بالعكس فهو كلام ناتج عن شخص كان يعيش بدوي، يعيش في شبه الجزيرة، لا يعرف أي شيء، راعي بسيط بدوي أمي، يحاول أن يلعب بالألفاظ لكي يدعي النبوة ويدعي العلم ويدعي. وطبعا هو محمد ما كان كل هذه الادعاءات طبعا ما كانتش كلها مبنية من محمد، يعني احيانا هو بريء يعني من الاشياء هذه، لان المفسرين بارك الله فيهم والشيوخ بالغوا في الوصف وحاولوا جعل هذا الدين اكبر من مقاسه واكبر من حقه، فاعطوه اكثر من حقه. فهو كان يعني حتى محمد نفسه ما كان وصل لكل هذه المرحلة لولا المفسرين اللي حاولوا يجعلوه إله مش حتى رسول. يعني فخلاصة الموضوع بتفكيري البسيط المتواضع أن الدين الإسلامي ليس فيه أي دليل علمي نهائيا. شكرا أخي جون. بكل تأكيد ليس فيه أي دليل علمي، يعني لو فيه شيء من العلم لرأيت المسلمين في مثل ما بقول في مقدمة الأمم العلمية خلينا نقول أو المتحضرة، يعني لو بالفعل في علم يعني تمسكهم بالقرآن لهذه الدرجة كان جعلهم من خير الأمم. للأسف القرآن جعل الأمم الإسلامية من أحط الأمم في على وجه المعمورة. للأسف ومع ذلك أنا ليش يعني بستقبل كل السب والتهديدات وكل الأشياء هذه؟ ليش أخي جون؟ لأن بصراحة أعرف كم خطورة الموضوع هذا عندما تسلب من شخص شيء لا يملك سواه. يعني الشخص المسلم لا يملك إلا الإسلام، لا يوجد عندنا في دولنا الإسلامية لا علم لا فكر لا أخلاق لا أي شيء، لا نمتلك أي شيء، أمة صفر على الشمال، فليتفاخروا فقط بشيء واحد وهو الإسلام.
فإذا أنت طعنت في هذا الإسلام وحاولت أن تنزع منهم هذا الدين، يا أخي يصبح هذا الشيء، هذا الشخص لا يمتلك أي شيء، فبالفعل هو يكون مستعد أن يقاتل ويضحي بأي شيء في سبيل أن يحس أنه هو يمتلك شيء. يعني مثل الشخص، أنت لو بتشوف الشخص ما عنده أكل وجائع، بعدين تحط أمامه صحن من الأكل وتحاول تأخذ الصحن هذا، ممكن يقتلك بكل بساطة لأنه ما في سبيل البقاء. والشخص المسلم لا يمتلك أي شيء. الدول الإسلامية، أعطيني دولة إسلامية واحدة ناجحة في على أي صعيد، اقتصادي، سياسي، أدبي، أخلاقي، تربوي، علمي، فني، اجتماعي، أي شيء. لا، صفر صفر. دول مستهلكة فقط. للأسف للأسف يا أخي. يعني المشكلة إنه الإسلام هو اللي وصله لهالمرحلة. خذ منه الإسلام راح يأخذ كل شيء. يعني تأخذ الإسلام من أي شخص صلى، خصوصا من الملحدين اللي عم نشوفهم من خلفية إسلامية مثلا. يعني نحن أنا وإنت قلنا أصدقاء إنه الألحد مبارحة كان سلفي، اليوم ألحد، بعد ما يلحد يا رجل تفكيره ينقلب، يصير إنساني، يصير عنده كل شيء بصراحة. يعني الشباب الملحدين الموجودين هلا يصيروا أمتنا كلها تكون نفس المنهاج. أنا ما عم بقول يصيروا كلهم ملحدين طبعا، أكيد لا، بس اللي فكرتي اللي بدي اللي يصير منهجنا تفكير علمي خلال 10 سنين 20 سنة. دولنا يعني ممكن تصير بمستوى الدول المتقدمة. يعني ما في شيء، يعني مثلا اليابان الحرب العالمية الثانية كانت مدمرة، ألمانيا تدمرت، خلال 60 سنة صاروا من قمة الأمم. يعني نحن إذا اخترنا الطريق التفكير العلمي، أنا أعتقد يعني وعندنا طاقات شبابية لا تحصى، يعني إذا اخترنا الطريق التفكير العلمي، يعني أنا لا أستبعد خلال 20 سنة نكون بمستوى الدول المتقدمة. يعني بس مع الأسف أخي جون، مع الأسف في موضوع مهم جدا، وهو يعني ما احنا ما تطرقناش ليه طبعا، بس هذا موضوع خطير جدا، وهذا موضوع مش ديني، سياسي بحت. إذا تحب تبني دولنا الإسلامية على أساس علمي بحت، ما تنسى أن فيه في خطورة على المشايخ ورؤساء الدول، مثل ملك السعودية وملك المغرب وملك غيره غيره غيره. هذو الناس يضحكوا على ذقون المجتمع والشعب باسم الدين، باعتبارهم هم أقارب للرسول وأحفاد الرسول وهم بيمثلوا الإسلام. فإذا نزعت الدين، فالناس هذه كلها اللي عندها السلطة والمال والقوة في الوقت الحاضر طبعا مهددة بالانقراض والخطر. يعني أنت بتشوف الدول اللي مثلا في السويد اللي هي دولة إلحادية مثلا، بتشوف ان رئيس الدوله يعني ما مو اي شخص عادي جدا، يعني ممكن يخطم يمر في جنبك ببايسيكل، يعني بدراجه هوائيه، او يطلع يجلس بجنبك في باص او في قطار. فهم خايفين من المرحله هذه طبعا. لما احنا بنفكر بالطريقه هذه وبنطعن في محمد شخصيا ذاته، يعني احنا بنصير نطعن في اي شخص. يعني ملك السعوديه شكون هذا، ولا ملك المغرب، ولا هذا بشر مثلنا مثله، ليش يشوف حاله احسن وملك؟ يعني يصير ملك طول عمره. هم أقل من بشر للأسف، هم أقل من بشر طبعاً. أنا ما أنزل لمستواهم وأقول عليهم أقل من بشر، أنا بشوفهم بشر، بس مع الأسف طبعاً هذو طواغيت. فأنت إذا طعنت في الدين، فأنت مهدد الدول هذه والسياسة هذه كلها بالانقراض والزوال. فهذو طبعاً حتلاحظ معارضين ومحاربين ليك. أنت امشي روح للسعودية ما تلاقي كتاب واحد علمي، تلقى الطبطبائي، وتلقى مش عارف صحيح مسلم والبخاري والخرافات. تمشي تروح المغرب، ليش؟ لأنك أنت لو شفت كتب علمية أو هذه خطر على الشخص. إذا كنت أنت تفكر، إذا أنت خطر على المجتمع. وهم هذو اللي حاولوا يعملوه في مجتمعاتنا مع الأسف. إحنا في ليبيا مثلا كنا ما بندرس أي شيء إلا الفكر، مثلا فكر القذافي في فترة المرحلة القذافي، أو فكر العروبي، وأن احنا كنا عرب وإحنا قوميين ومسلمين وانتمائنا لفلسطين، ونكره إسرائيل ونكره أمريكا ونكره الغرب. فطبعا ليش؟ لما يخليك متقوقع أنت في القوقعة هذه، تصبح أنت لا تفكر. وإن لما تكون لا تفكر، سهل التلاعب بك، تصبح دمية سهلة.
فاحنا مشكلة الإلحاد، أنا بدك تعرف وبدي الملحدين كلهم يعرف، احنا مشكلتنا مش مع المسلمين فقط، احنا مشكلتنا الناس السياسيين يحاربونا أكثر من المسلمين على فكرة، لأن هذول خايفين على مناصبهم أكثر من المسلمين البسطاء. المسلم البسيط عنده نزعة، يعني بيحاول لا محمد والإسلام، فمسكين لأن دماغه مغسولة. بس السياسيين المحنكين المجرمين هذو يعني خبثاء، عارفين الخطورة أكثر من المسلم البسيط، هو لا يهتم بمحمد. يعني ملك السعودية أنت تعتقد أنه مسلم ويصلي وما يعرف يقرأ آية واحدة من القرآن اللي تكلمنا عليه اليوم كله، أنا أتحداه أنه كان يعرف شيء منه. ولكن يتلاعب الكذب والنفاق، العباية الإسلامية، عباية الفقيه وتقية الفقيه تصبح درع يحميك من كل العالم وتخلي البشر لعبة بسيطة في يديك. شكرا أخي جون، وسامحني طولت عليك. ولا يهمك ولا يهمك، الحلقة لك وأنا كتير مستمتع بحديثك. طيب أخي عثمان، يعني أظن بكفي هيك، وصلنا لآخر الحلقة. بدنا تحكي لنا شوي وتقيم لنا حملة إجهر، يعني تشوف شو شفت لحد هلا من حملة إجهر، كيف بتقيمها، كيف نظرتك لمستقبل حملة إجهر؟ تفضل. حملة إجهار خصوصا انك راح تكون جزء منها، يعني وانت جزء منها من البداية بالاساس. يعني تشكر أخي جمال، أنا لي الشرف طبعا أن أكون على الهواء معك، ويعني فعلا أنت إنسان راقي جدا ومحترم، وأنا فخور جدا بمعرفتك. ومرحبا في قناة إجهار أو صفحة إجهار أو فكرة إجهار، هي عبارة عن فكرة بسيطة جدا ولكن معناها قوي وجميل. يعني أنا فخور جدا أن أكون في استضافة قناتكم الكريمة، وأتمنى لها ازدهار وتقدم كتير 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 كبير. وأنا متفائل أن القناة هذه راح تحقق نجاح، مع أني في نفس الوقت متخوف من المشاكل اللي سوف نتعرض إليها بسبب هذه الصراحة وهذه المصداقية اللي نتحدث بها على الهواء. فيعني أنا شخصياً إلي الشرف أني أكون في استضافة هذه القناة، ونتمنى نعمل عمل حلو مع بعض ونحاول نوعيش الناس. ورسالة القناة رسالة عظيمة جداً وسامية، يعني من أعظم الرسائل اللي أنا بشوفها في حياتي. يعني بجد بجد إلي الفخر أني أكون موجود معك في قناتكم الكريمة. الشرف لنا أخي نستضيفك، بالفعل الشرف لي. أنا أكون يعني أتعرف على شاب مثقف، شاب واعي بمستوى ثقافتك وفهمك للواقع وللحياة اللي للأسف اللي شايفينها نحن، الواقع المرير للأسف. وأنا كمان يعني حابب أشجع أصدقائنا الملحدين، يا جماعة اجهروا معنا ساعدونا إذا بتقدروا، نشرونا الفيديوهات، لايكات، تعليقات، يعني خلونا إيد واحدة، خلونا نقدر نساوي شيء. نحن عنا رسالة بدنا نوصلها لهالناس اللي هن أهلنا، اللي هن جزء منا. يعني نحن بدنا ننقذ نفسنا من هالخراب هذا الموجود. فرسالتنا ومعنية بتعني كل شخص فينا، ما بتعني جان برو لوحده ولا عثمان لوحده ولا أحمد حقان ولا إسماعيل ولا غيرهم، لا. تحية للشباب بالضبط، يعني تعملنا كلنا صديقي واسماعيل وكل الشباب الملحدين. بس مع الاسف اخي جون، في مرحله يعني موضوع نحب يعني اعطي عليه نبذة بسيطه بس اتطرق له، ان مش كل الملحدين يمثلوا الالحاد مع الاسف، لان في بعض الملحدين المنافقين اللي ما عندهمش الشخصيه والكاريزما ان يتحدثوا ويكونوا شجعان، لانهم في ذاتهم جبناء. يعني باش نكون معك صريح، يعني انا في منهم اتصلوا بي شخصيا وانا بعرف طول حياته ملحد، وبيقول لي ليش تطلع على التلفزيون وتحكي يا اخي، وانا ما بقدر اعمل الكلام هذا ولا استطيع اني اعمل الكلام هذا، لاني اهدافي السياسيه او طموحي الاجتماعي او مركزي الاجتماعي لا يسمح. اذا انت انسان كاذب، انت انسان غير صادق مع نفسك. وانا طبعا ضد اي شخص يكون في استطاعته أن يجهر ولا يجهر، لأن هذا ليس ذكاء بل هو جبن. إذا أنت تستطيع أن تجهر وتقف أمام العالم وتقول أنا ملحد ولا أخاف من دينكم ولا أبالي بهذه الترهات
وفي مقدورك وعارف ان ما في خطر عليك ولم تفعل هذا فانت جبان ولست ذكي، او لان النفاق هذا احنا مش مستوانا النفاق. فمع الاسف مع للأسف الاسف يعني توارثنا من 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 هال من هالثقافة هي، حتى الملحدين توارثوا النفاق، فكرة النفاق، فكرة المصلحة الشخصية، طبعا للأسف الشديد يعني توارثوا أشياء. والمشكلة يعني نحن ضحايا، مهما كان وضعك الاجتماعي جيد صدقني أنت ضحية يعني، يكون المجتمع كله واعي أنت راح يكون وضعك أفضل بكثير من الوضع الحالي يعني اللي تعتقد أنه لازم تحافظ عليه، بالعكس انت لازم يعني تطور نفسك وتطور وضعك الاجتماعي يكون افضل، وضعك الاقتصادي يكون افضل، الحياة الاجتماعية هي يعني يكون فيها شيء من راحة البال والفرح والاطمئنينة، من غير بكون الوسواس الخناس على طول شغال فيك وخايف ومرعوب ولازم تنافق. يعني الانسان المنافق والانسان العايش حياة طبيعية صدقني في فرق كبير، الإنسان العايش حاسس بأمان وعايش حياة طبيعية بيعطي أكثر وبيعطي اللي جواته بكل سهولة، بتطلع يعني بدون عذاب، بينما الإنسان المنافق يعني يكون في عذاب نفسي. يعني أخي جون بكل صراحة أنا يعني شخصياً أكلمك شخصياً عن تجربتي الشخصية مع الإلحاد ومع الدين، لم أكن سعيد في حياتي مثل ما أنا سعيد حالياً عندما أجهرت إلحادي وتحديت المجتمع. يعني أسوأ مراحل حياتي كانت عندما أمثل وأنافق المجتمع وعائلتي وغيره وغيره بأني مسلم، أسوأ مرحلة. فأنا أسعد مرحلة عندي عندما أقف وأتحدث أمام أي شخص ونقول أنا ملحد، أنا ملحد. وكل كثير طبعا يقولوا لك ليش يا أخي ليش بتجاهر، دائما بجاوبهم بإجابة بسيطة جدا وهي ليش لا؟ بالضبط. ليش لا؟ ما شو هو اللي في العالم يخليك أنت صح وأنا غلط؟ ليش لا؟ ليش 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 ما أجاهر؟ قول لي ليش ما أجاهر؟ أقول لك ليش أجاهر؟ صحيح. أتمنى نكون ما طولت عليك ولا على المشاهدين في هذه الحلقة. أظن يعني هي حلقتنا بهالحدود يعني، على كل حال شكرا لك اخي عثمان، وانا كثير سعيد بلقائك ومنتظرين برنامجك بكل شوق مثل ما بقولوا. شكرا يعني، وحركه حمله اجهر باقيه وتتمدد يعني. هذه تتمدد خطيره ما بدنا اياها هذه. لا لا، نحن نتمدد ونكبر ونكبر باصدقائنا يعني. بسم الله. تفضل. قلت لك نكبر باسم العلم. طبعا اكيد اكيد. وبالدم. لا 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 نهائيا، نحن لسنا طلاب دم ولا نفكر اصلا بالدم ولا نفكر بالتهديد ولا نفكر باي شيء من جماعتنا المسلمين يعني اللي يظهرون به بالتهديد والشتائم للاسف الشديد يعني. للاسف. هدفنا 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 هو إنقاذ أهلنا من هالشتات وهالخوف والحروب والانحطاط هذا، ونتمنى لهم مستقبل أسعد لهم ولأولادنا ولأحفادنا، وهذا اللي عم نشتغل عليه يعني، وهذا هدفنا النهائي يعني. شكرا لك أخي عثمان، وشكرا لكم أعزائي المشاهدين، إلى اللقاء في حلقة قادمة. إلى اللقاء.